عملت ما تصيبني نساك والصلاة والسلام على مولانا رحمة العالمين. هكذا أعزائي تبدأ فعاليات المبادرة التي مبادرة أفراد في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم
أنفسكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. مريم بنت أحمد الملقبة تكبر السيدة الأولى للجمهورية الإسلامية الموريتانية. معالي وزير الاقتصاد والمالية المنسق الجهوي للحملة على مستوى ولايات وأقشط ثلاث. معالي الوزير الأمين أمينة تمم منسقة الحملة على مستوى مقاطعة تيال. السادة والسيدات أعضاء طاقم الحملة بتيال، مناضل ومناضلات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أيها الحضور الكريم، نزلتم أهلا وحللتم سهلا. إن حضوركم الليلة ضمن فعاليات وأنشطة هذه المبادرة لا يشكل بالنسبة لنا دافعا قويا ومحفزا جليا على تكثيف جهودنا جميعا سعيا إلى إنجاح التعديلات الدستورية بنسبة مئوية مرتفعة في موريتانيا بشكل عام وفي مقاطعة تيارت بشكل خاص. سيداتي سادتي، لقد عودنا قائد هذه المسيرة المظفرة فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز على التركيز في خططه وبرامجه على ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، فلا يقيم وزنا للبهرجة وتمجيد الذات بل ينشغل بهموم المواطن ومعاناته، طلع إلى النهوض بموريتانيا وجعلها حاضرة معززة مكرمة في المحافل الدولية كافة. ومن هذا المنطلق سعى فخامته من خلال إقبال هادئ ورصد إلى جمالية الفرقاء السياسيين حول تعديلات دستورية تمجد التضحيات وترشد النفقات وتجعل من الوطن أولوية الأولويات. سيداتي سادتي، لن أسرد من إنجازات فخامته الكثير ولن أخذ من لأنكم أدرى مني بشعاب ما أنجز من البنى التحتية والتعمير وأوسع مني باعا فيما تحقق من شبكات مياه وتنوير وأكثر مني اطلاعا على التحسن في التسيير والتدبير، كما أنكم تواكبون ما لمسه المواطن الفقير في برامج الحكومة من عناية وتقدير، ولا أراني بحاجة إلى التعليل والتبرير، ولتعذروني إن كان قد خانني التعبير. سيداتي سادتي، إن هذه المبادرة واكبت بدايات التغيير البناء وآلت على نفسها نصرة مسيرة البناء، في يوم الخامس من أغسطس سيكون النصر بإذن الله حليفنا، والله أسأل أن يسدد خطانا وأن يحفظ من كل أخطانا، وصلى الله وسلم على الهادي نبينا، وشكرا والسلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد، نحي عنها زيغ أهل الزيغ وفساد الفساد. السيد وزير الاقتصاد والمالية منسق الحملة على مستوى ناقشوط المختار الجاي، السيدة وزيرة الزراعة لمنة المتمومة منسق الحملة على مستوى السادة والسيدات أعضاء الحملة على مستوى السادة أعضاء وممثلو الاتحاد من الجمهورية، السادة Thank you.
الرجال والنساء من اجل صهر الجهود في العلم والتعلم وارساء قيم الوده والمحبه. ونبي ان هذه المبادره قد كانت السبب في مساندة السيد الرئيس محمد عبد العزيز من 2005، وقد سارت في هذا المنهاج الفترة الماضية، وهي إن شاء الله سارية في هذا الاتجاه. يدعوها إلى ذلك عوامل التاريخ والتزامات الشرع في وجوب طاعة أولي الأمر إذا كانوا لا يأمرون إلا بالمعروف، وإنجازات شاهقة كريمة. عندي ملاحظة شوي نقول عن هذه الإصلاحات الدستورية، نحن متبنينها والمعارضة ما ظهر اللي عنها كان شايف عليه شيء، لا قطع عنها ما هي أولوية، والأولوية ياضت اللي حددها الناس اللي في المسؤولية معناها رئيس الجمهورية، ما هو شاهد ما يتحدى يقول عن يعطي شاطر فيها. معناها أنا من ناحية الشكل المضبوط مقبول الناس كاملة موافقة عليها. ولا أريد أن أطيل عليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. نعم، لا مشروطة من شعب معترف بالجميل، ترجل وانتقي مجددا حصانك، فالكل صار يعرف مكانك، وانتقي من عبارات الملاحم من دماء الشهداء معنى لمصطلح الوفاء، وخطها باللوح والقلم. نعم نعم نعم. والآن الكلمة كلمة الأطر مع السيد محمد بن محمد الأمين، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. في بداية هذه الكلمة أود أن أرحب بكم وبالوفد المرافق بالوزراء ومنسقي حملة وعمد ومنتخبين والمدعوين كافة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين. السيدة الأولى سيدة تكبر من تمنعين من النور، سيد منسق الحملة على مستوى نواكشوط، معالي الوزير، السادة أعضاء الوفد، سيد الوزيرة الأمينة متمامة منسقة حملة على مستوى تيارت، مرحبا بكم جميعا. أيها السادة والسيدات، يسعدني في بداية هذه الكلمة أن أرحب بكم ترحيبا خاصا يليق بكم وبالوفد المرافق لكم، كما لا يفوتني أن أقدم شكري وامتناني لكم على حضوركم لهذا التظاهر ومشاغلكم الجامعة. أيها السادة والسيدات، لقد وقفت كتابكم من شعرها كافة البلد ودعمت التغيير الذي تبناه رئيس الجمهوريه محمد عبد العزيز وما زالت وستظل بعون الله داعمه لذلك التوجه. وفي هذا الاطار يتنزل نشاطنا اليوم، والذي هو عباره عن مبادره لدعم التعديلات الدستوريه. الساده والسيدات، ان من لا ماضي له لا حاضر له، فمن منا لا يحز في نفسه عدم تكريم شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم الزكية لتحرير هذه الأرض الطاهرة من دنس المستعمر، غير أن ذلك العهد قد ولى وأتت التعديلات الدستورية بما كنا نصبو إليه جميعا، وأصبحت رمزية الشهادة واضحة وضوح الشمس في عالمنا المقترح، والذي تضمن شريطين أحمرين كرمز لشهدائنا البواسل. السادة والسيدات، إن الاقتصاد بالطبقات سمة من سمات الحكم الرشيد، ولا شك أن في سياسة التجميع المقترحة بالتعديلات الدستورية تدعيما لهذا التوجه، يتجلى ذلك من خلال دمج المجلس الأعلى للفتوى والمظالم ومجلس الإسلام الأعلى ووسيط الجمهورية في هيئة واحدة. إن إعادة النظر في المؤسسات الدستورية في هذه البلاد وتقييم أدائها هو من الأهمية بمكان، ليتسنى الحكم على مدى جدوائية هذه المؤسسات من عدمه، وهذا ما تم بالفعل المؤسسة التشريعية وتحديدا مجلس الشيوخ، حيث تم اقتراحه إلغائه،
كلف ميزانية الدولة أعباء مالية كبيرة، ولا شك أن لوحدة المجلس التشريعي ضمان لانسيابية العملية التشريعية ومرونة في تمرير القوانين والمصادقة عليها. سادتي سيداتي، إن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود إدارة محلية تسهر على مصالح الناس وترعى شؤونهم، وهذا ما أتت به التعديلات الدستورية الجديدة، حيث تم اقتراح مجالس جهوية لهذا الغرض. أيها السادة والسيدات، إن تعديلا كهذا لحري بالدعم والمساندة ليرى النور، وهذا ما يتطلب منا جميعا أن نشمر عن سواعد الجد وندخل حالة التعبئة والتحسيس المكثف للتصويت، بل لإنجاح هذه التعديلات في 5 أغسطس إن شاء الله، دون أن ننسى تثقيف الناس حول مضمون التعديلات وفوائدها على المجتمع، وكذا طريقة التصويت. السادة والسيدات، لقد قام أطر المبادرة بالتعبئة والتحسيس في مراحل سابقة بحشد الجماهير لغرض التسجيل في اللوائح الانتخابية بالتنسيق مع السلطات الإدارية. تلا ذلك نشاط آخر قام به الشباب، وهو مسيرة الحاشدة، انطلقت من مقاطعة ثيالت باتجاه مكان انطلاق الحملة الذي أشرف عليه مقامة الرئيس إذانا ببدء الحملة الانتخابية. السادة والسيدات، الحضور الكريم، إن مبادرة تابع الكوت وكافة المضاوين تحتها لتؤكد لكم مواصلتها لدعم المشروع الإصلاحي العملاق لفخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز، فإنها موازاة مع كل ذلك، ملتزمة بكل ما يقتضيه الموقف من تعبئة وتحسيس للتصويت بكثرة في 5 أغسطس القادم لفائدة الإصلاحات الدستورية، وسترون منا ما يسركم ويثلج صدوركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم، يقولها كل مواطن غيور على هذا الوطن، كل معترف بالجميل، فالإنجازات والية للعيان يراها صغير قبل الكبير. هكذا أيها الجمهور الكريم، السيدة الوزيرة لمينة من تمامة مرسخة الحملة على مستوى مقاطعة تيارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نختار نرحب بالسيدة الأولى اللي شرفتنا الليلة عنها، حضرت معانا ذا الحفل اللي تبارك الله، المبادرة اللي يظهر عنها تبارك الله حضر فيها الكثير من ساكنة مقاطعة تيارت، واللي تبارك الله هي مبادرة تظهر عن تيارت فهموا ذا شرح للنهارات التعديلات الدستورية. ونختار نرحب بمعالي الوزير المنسق العام للحملة على مستوى نواكشوط. ما اللي عنت لنا في حاجة نشرح التعديلات الدستورية الحملة الأيام اللي كانت ماضية، قدم رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز شرح واضح عن التعديلات الدستورية، والناس فهمتها ومارت عنها فهمتها هذا الحضور الكبير الليلة. إذا عنا ما لنا محتاجة نتكلموا عنها، لله نطلب اللعنة الصبح عندنا مهرجان تحدي، يا الله الجميع يحضر معانا الصبح، ويا الله احنا تيارت ننطلق الساعة 3 ان شاء الله في اتجاه ساحة المطار، اياك نعود هذا الحضور تبارك الله هون، وذا الحضور اللي مازال في المقاطعة وفي المقاطعات الاخرى يدور ان شاء الله نعرفوا عنه نوصلوا لذا اللي ندور. اذا عنا ان شاء الله الساعة 3 يا الله ننطلقوا. كذلك يوم السبت إن شاء الله يا الله الناس مباشرة ورصلاة الصبح توقف الصفوف، إياك نتمكنوا عنا صوتوا بالعجلة والعودوا، ووصلنا للنسبة اللي مرتفعة الساعة 10 إن شاء الله. أشكركم والسلام عليكم. هكذا أيها الجمهور الكريم، نظرا لانشغال الوفد سنوضع السيدة الرئيسة والوفد المرافق لها، ونحن نواصل هذه التظاهرة. وشكرا السيد الحسن والبرد تفضل. اشكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذه مشاركة باسم أطر وشباب تابر الكوت، إنتاج محمد سالم ومحمد الفتاح.
خمس عيال قران بنيت موريتاني وفيها سلتيت الاصلاح بالسلت رضيت حرية 100% للمواطنين ولبيت مطالب شعبك كل يا عزيز ولكن وسيت ولا تحتاج شوية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيد منسق الحملة على مستوى نواكشوط، السيد مندوب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، السادة الحضور، أيها السادة أيها السيدات، اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوفنا الأكارم وأقول لكم باسم نساء المبادرة يا مرحبا بكم وأوان طلعتكم يا عالمين من أين توكل الكتف، مرحبا قولها بلفظ متحد لكنها باختلاف الناس تعتبر. أيها السادة والسيدات، إن نساء مبادرة ملكوت يعمل جنبا إلى جنب مع الشباب وأطر المبادرة منذ زمن على إنجاح مسار الاستفتاء الدستوري المكثف للمهرجان الجماهيري. الحاشد الذي ترأسه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. إذن ببدء الحملة وانتهاء بالمرحلة التي نحن بصددها الآن، وهي مرحلة التعبئة والتصحيح للتصويت وتحسيس للتصويت بكثرة في 5 أغسطس القادم لصالح التعديلات الدستورية، حيث رسمنا لذلك خطة عمل تركز بالأساس على تثقيف الناس حول طريقة التصويت كتكملة لما قمنا به سابقا من شرح لمضمون ذلك التعديل وفوائده على المجتمع. السادة الحضور، لا يخفى عليكم ما يمثله دور المرأة من أهمية في كافة المجتمعات ومنها مجتمعنا الموريتاني. انتقلت حيث انتقلت من امرأة يقتصر دورها على البيت وشؤونه إلى امرأة لها أدوار أخرى تقوم بها خدمة لمجتمعها، فأصبحت مديرة ووزيرة وعمدة، وأثبتت جدارتها في كافة المناصب التي تقلدتها. ينطبق الأمر تماما على نساء هذه المبادرة. إذ زاحمنا الرجال في كافة النشاطات التي قام بها لإنجاح مسار الاستفتاء. السادة المدعوون، سادتي سيداتي، لا يسعني في نهاية كلمة هذه إلا أن أؤكد لكم ما ورد على لسان المتحدث باسم الأطر أن موعدنا في 5 أغسطس، وسترون من أطر المبادرة عامة ومن نسائها بصفة خاصة ما يجعلكم مطمئنين على كسب الرهان. نعم لتعديلات عامة، نعم لتكريم شهداء الوطن، نعم لإلغاء مجلس الشيوخ، نعم للاهتمام بالبيئة من أجل دمجها في اتهامات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله. نعتبر عني عند اهلي، عند اهلي اللي قراوني، وعند اهلي اللي كبروني، وعند اهلي اللي عاطيني قيمتي، و لله نتكلم عليه راه يعني اللي احنا كنا في حملة وشكت على النهاية، وفات رئيس الجمهورية بلا أن حسنا في تفسير قضية هذا الاستفتاء اللي إن شاء الله يوم 5 أغسطس، ووزيرنا ملي تبارك الله حد حرج، والوزيرة الأمينة من تمام ذلك قال ذاك الله قال لا أعرف اللي لعبت وصلت الله، وبالتالي ضاق عنا الناس اللي عنها تقدر إن شاء الله المهرجان الصبح يا الله المهرجان كبير وأنتم قراءتكم كبيرة ذيك مليارين عشرين احنا هذو دائما واحد لدينا معرضه ويقول
الصفاق يقولوا عنا يقولوا عنا كذا نعتبره عنا شك هذا النظام وان هذا الراجل لا يعني وعبروا عنا عنا داعمين لقاش يا الله يندعم وماشي معاه وكاش عن وجوهنا وجايين اياك نعود اياك نعود شركاء في هذا الله يعدل في هذا البلد واللي والدليل عنا جاد علينا الموحول فيه وان ما لنا صفاقه هذا النظام ما هو من احنا هذا بعد والله انا شخصيا اللي وساني ندعمه ادريت مسائل داعمه على شجاعته تحكمه لسفارة اسرائيل هنا تياها بقرادرات وداعمه على اقدامه كنقيسته في كيدان المطارق ياخبطه فوقه وتحته وداعمه على ارادته القوية عنه الشذاذ داره في راسه انه دور عدل وعزيم ودليل عليها وجيبت القمة العربية ومجيبت افريقيا القمه الافريقيه اللي جايه ومجيبت القمه الاسلاميه اللي جايه عقب ذلك وبالتالي مد جبره رقاج ذكيبو ظاهر اللي عنها ذاك الساعه مجينا كي تعبوا 2008 الناس كامله مشات معاه والتفت الطيف السياسي كامل بدبيتاته وبعمده وبناسه وبالناس البسطاء مشات معاه كامله بها تعتبر عنه رجل المرحله ما فات عاد تعبوا ذيك الساعه لا قايلين عن راجل بقيت نتكل عليه موري ثاني خرصوا لي عاقبة ثلاث سنين من الإنجازات ومن اتفاق ومن تعدال موري ثاني وديرانها بلفان كان حق علينا عنا ذاك اللي فيه العبد العزيز ما نعود فيه يا رطل نعود فيه ونعم نعم 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سابق عزيز بلاكيان دولتنا كانت مغزية وقت انشاء عادة موريتان في الدول الافريقية. سابق عزيز بلاكيان دولتنا كانت مغزية وقت انشاء عادة موريتان فوق الدول الافريقية. هون قاف اخر مطلع. الدستور لا يقير هو لا شظر مخلي نزرق فيه ولا نتحير نعم بعد ولا تشكل لي. الدستور لا يقير هو لا شظر مخلي نزرق فيه ولا نتحير نعم بعد ولا تشكل لي عد الياسر من الانجازات محمد في اللي كامل فات كيفت الاطباب وقدروهات والمطلع التلي مالك ناسي والمطارات والجيش المتنو من جد والباديه ما بعد جات قبلي منها التلي جاه انواع المساعدات وعاد لا يمشي ويولي وخرج تغيير الجامعات وصباح عرش الخير مدلي وخرج تغيير السفارات والزراعة زاد مولي والدستور لا يقير هو لا شظر مخلي الدستور لا يقير هو لا شظر مخلي نزرق فيه ولا نتحير نعم بعد ولا تشكل لي السلام عليكم الإفريقية شلون أخبار الدستور؟ الدستور لا يقير هو لا شظر مخلي نزرق فيه ولا نتحير نعم بعد ولا تشكل لي الدستور لا يقير هو لا شظر مخلي نزرق فيه ولا نتحير نعم بعد ولا تشكل لي عد الياسر من الانجازات محمد في اللي كامل فات كيفت الاطباب وقدروهات والمحاضر عدت اللي مالك ناسي والمطارات والجيش عد الياسر من الانجازات محمد في اللي كامل فات كيفت الاطباب وقدروهات والمحاضر عدت اللي مالك ناسي والمطارات والجيش المتنوم الجلي والبادية ما بعد بقات القبلي منها والتلي جاه انواع المساعدات والبادية ما بعد بقات القبلي منها والتلي جاه انواع المساعدات وعاد لا يمشي الجمهور الكريم على هذه الكلمات فعاليات هذه المبادرة مبادرة لدعم التعديلات الدستورية
التصويت بناء عن تخريج ماضي وضمان المستقبل. كان معكم في الإعداد والتقديم والتأهل محمد سالم من المعصر. قامت خيمة بكمال معكم شابت حال أطرى شابت عجال النهر صبح مبال في الرباين مشال مهم سبع كربات ما توصي لي نساك عفل عزيز افتحت باب الخير لكم حيات عزيز افتحت باب الخير لكم حيات اليوم نجيكم دارك وتبصد غوبات اليوم نجيكم دارك وتبصد غوبات وصلى الله على نبيه العربي الأمين. نرحب بنائب رئيس حزب الاتحاد من رئيس الجمهورية وبالسادة أعضاء البعثة ونائب المدينة بالإضافة إلى الأمينة التنفيذية لحزب الاتحاد من رئيس الجمهورية وكل الشخصيات السامية الموجودة هذه الليلة تحت هذه الخيام في مبادرة الإخلاص. هذه المبادرة التي يقودها الأخ إبراهيم الأحمر ويسلموا للسامون. هذه المبادرة سيد الرئيس جاءت لتؤكد الليلة أن نواذيب ماضية إن شاء الله في التصويت بنعم للإصلاحات الدستورية. سنبدأ إن شاء الله هذه الأمسية بآيات بينات من الذكر الحكيم مع القارئ محمد والإمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم كنتم اعداء فإن بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. الآن ندعو السيد إبراهيم الأعمر صاحب هذه المبادرة إلى إلقاء كلمته الترحيبية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السيد النائب رئيس الحزب السادة الأعضاء والوفد
أيها الجموع الكريم، يطيب لي باسمي مبادرة الإخلاص أن نرحب بكم ترحيبا يليق بكم. بمقامكم الكريم إننا في هذه المبادرة نشد بما تحقق من إنجازات جوهرية مواكبة تحويلات عميقة التي تحققت على مستوى جميع مستويات التنمية البشرية والاقتصادية والحافلة. نعم تعديلات تعديلات الدستورية نعم تنقية الدستور من مريات الاستعمار بنعم القائد محمد ولي عبد العزيز مسيرة ابناء نعم بالسيد القائد محمد ولي عبد العزيز. والسلام عليكم. من فضلكم طالبين منكم عن يوم 5 ان شاء الله كلكم كاملين يصوت بنعم يصوت بنعم ونعم ولو المطالبين منكم راكم شفتوا للمعدل السيد الرئيس شي صالح وشي زين وتوهم سلم عليكم كاملين وهذا هو الكلمة الموالية ستكون للمحامي يسلمه للساموري وهي مداخلة حول الجوانب القانونية ردا على الشائعات المعارضة حول عدم دستورية التعديلات. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الأمين. السيد الرئيس، السيد نائب مدينة المديبو، السيد فدرالية الحزب الجمهوري حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بنوديبو، السادة أعضاء الوفد الموقر، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه التظاهرة التي تسعى ونسعى خلالها كما يسعى القائمون على المبادرات المماثلة لها للتمسك بخيارات رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز والإشادة بما حققه من إنجازات كان هذا البلد في أمس الحاجة إليها. سيد الرئيس، أيها الجمع الكريم، نشكركم على التواجد معنا في هذه التظاهرة التي هي امتداد لمهرجان التحدي الثاني بنواديبو الذي برهن من خلاله ساكنة نواديبو على تعلقها وتمسكها برئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز وكل توجهاته وخياراته الفدى. سيد الرئيس، السادة أعضاء الوفد المحترم، لقد تحققت إنجازات قيمة تذكر فتشكر في عهد المأمورية السابقة لرئيس الجمهورية منذ توليه السلطة إلى اليوم. هذه الإنجازات القيمة الكبيرة هي أمر جلي بين لكل من لم يطمس الله بصيرته. فهي أولا
التحقيق الأمني أمر لم يكن موجودا في هذا البلد قبل إقالة الرئيس محمد بن عزيز. ثاني تحقيق تنمية شاملة، لأن التنمية لا مجال لها ولا مقام لها إلا بعد تحقيق الأمن. وكلنا ونحن ساكنة وادي نعلم ما تحقق على المستوى الاقتصادي في هذه المدينة من إنجازات في عهد رئيس الجمهورية. فعلى سبيل المثال في قطاع الصيد وحده قبل رئيس الجمهورية لم يكن موجودا إلا 23 مصنع لمعالجة الأسماك. اليوم تجاوز العدد 150 مصنع موجود اليوم حالا في مدينة الوادي. عندما نلامس الواقع نجد أن هناك ثورة حقيقية على المستوى الاقتصادي تحققت في هذه المدينة، من تعبيد للطرق والبنى التحتية هي انعكاس التنمية في أي بلد ما. تحققت البنى التحتية، هذه البنى التحتية على مستوى الطرق، على مستوى الصحة، على مستوى التعليم، تحقيق المدارس والجامعات. ففي عهده على سبيل المثال في مدينة الوادي وحدها تم تشييد صرح طبي كبير ضخم أصبح ملاذا للمرضى الذين كان تعج بهم المستشفيات.